مساء الخير واهلا بحضراتكم، ويوم بيوم وحلقه بدايه الاسبوع. طبعا كلنا امبارح تابعنا البلاك فرايدي او جمعه التخفيضات والزحمه الرهيبه اللي كانت موجوده في المولات وفي الطرق اللي اتسدت بسبب الاقبال على الشراء نتيجه التخفيضات اللي كانت موجوده امس يوم الجمعه. عايزه اقول لكم انه في مصادر اقتصاديه بتؤكد ان المصريين انفقوا امس في جمعه التخفيضات او البلاك فرايدي 2,700,000,000 جنيه. طبعا في صور زحمه واقبال على الشارع ونزلت، يعني الفيديو اللي انتم شايفينه ده طبعا يقول، وده في مول تجاري واحد قدام بعض المحلات في دور من الادوار دي، وشايفين كل دور عامل ازاي الزحمه. الحقيقه انه طبعا الفيديوهات دي والصور عملت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عملت حاله يعني من الحراك على المواقع دي. عايزه اقول لكم الحقيقه انه في رساله ايجابيه انا حسيت بيها لما شفت هذا الازدحام والاهتمام من الناس ان هي تنزل وتحاول ان هي تجيب طلباتها وطلبات بيتها واولادها والملابس، يعني الحقيقه التخفيضات كانت على كل حاجه. فاهتمام الناس ان هم ينزلوا ويشاركوا في اليوم ده وفي التخفيضات ويشتروا كل اللي يقدروا عليه من مستلزمات بافضل الاسعار، يعني طبعا اللي ممكن تكون متاحه ليهم، ده اداني رساله بجد حقيقي، رساله ايجابيه. الرسالة دي أو اللي حصل امبارح فكرني برضو باللي حصل يوم 11/11 بعدم النزول والمشاركة في أي نوع من المظاهرات، بل بالعكس إن الناس نزلت يومها وراحت الملاهي وراحوا يتفسحوا كده. هتقولوا لي إيه الرابط ما بين امبارح وما بين 11/11؟ هقول لكم الرابط، أو يمكن كلمة السر، هي إنه هذا الشعب واعي وعارف ان هو يتكيف مع الظروف اللي البلد بتمر بيها. ازاي؟ يوم 11/11 كان في ناس كتير بتتمنى ان احنا ننزل علشان تبقى الصوره ان الشعب المصري غاضب وان الشعب المصري تعبان من الغلاء ومن الاسعار، والشعب المصري رافض قرارات الحكومه ورافض الحكومه، بل رافض ايضا النظام اللي بيحكم دلوقتي. كان من مصلحه هذه الفئه اللي احنا عارفينها او هذا الاتجاه اللي احنا عارفينه ان الناس تنزل يوم 11/11 وبالتالي نخدم مخططهم اللي هم بياخدوه بعد كده وبيستخدموه ضد مصر في الخارج. الحقيقه الناس كانت واعيه وما نزلتش، وبالعكس لما نزلوا يتفسحوا، يعني لا خافوا ان هم ينزلوا الشارع عفوا، ولا نزلوا تظاهروا او استجابوا لاي دعوات كانت بتتخذها او بتدعو اليها هذه الجماعه علشان تخدم مصالحها. طيب الشعب المصري اللي اثبت يومها ان هو واعي وفاهم كويس قوي مين اللي بيحاول يدفعه عشان ينزل وعايز ينزله ليه، وبالتالي ما استجابش وما نزلش، هو نفس الشعب اللي رغم غلاء الاسعار اللي كنا حاسين بيه وبنشكو منه، ورغم انه الحاله الاقتصاديه اكيد ما هياش في افضل حالاتها، وكل واحد فينا الغني والمتوسط والفقير الكل حاسس انه الدنيا غليت علينا وانه يعني الوضع الاقتصادي ان شاء الله طبعا يمر، لكن حاليا لا، يعني محتاج الواحد شويه يدبر اموره. هو بقى ده الشعب اللي نزل برضه امبارح علشان يحاول ينزل ويجيب اللي هو محتاجه واللي بيته واولاده محتاجينه، يحاول يجيبه في اصعب الاوقات وبافضل الاسعار. يعني الشعب اللي نزل امبارح بيتاقلم مع اي ظرف كان، في غلاء، في حاله اقتصاديه مش في افضل حالاتها، مش هنقعد نولول ونقعد في البيت نحزن ونبكي على حالنا، لا، هنتكيف مع الظروف، هنحاول ندبر امورنا وننزل برضو ونجيب لما يكون في حاجات زي امبارح، يعني سيل او تخفيضات، هننزل ونحاول ان احنا نتكيف ونتاقلم مع الظرف الموجود. ده الحقيقه بيدل ان هذا الشعب شعب عظيم، محدش يقدر ان هو خلاص يضحك عليه ولا يعني يزيف له اي حقائق، وهو وقت اللزوم بيتكاتف وبيقدر ان هو يعدي المراحل الصعبه. عايزه اقول لكم انه يعني هذا الشعب العظيم احنا محتاجين ان هو دايما يكون واقف جنب بلده، دايما متكاتف، ويقدر ان هو يعني يقف مع بلده في اصعب الظروف.